أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن وإن الفجار لفي جحيم إن وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما وما أدراك ما يوم الدين
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر بسم الله الرحمن الرحيم إن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.